أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الأعزاء. الحلقة الثانية من بودكاست جامعة الملك فهد. حلقة اليوم راح تكون حول الدراسات العليا أو برامج الدراسات العليا المستحدثة في السنوات الأخيرة في جامعة الملك خالد. وضيف هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عميد الدراسات العليا أحمد الفائع. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا وحياكم الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذا الوطن الكريم أمنه وأمانه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. اللهم أمين يا رب العالمين. عندنا العديد من المحاور في هذه الحلقة بإذن الله، ونتطرق لأول محور اللي هو من 30 برنامج إلى أكثر من 100 برنامج في تقريبا 4 سنوات فقط. كيف جاءت هذه القفزة، وما الذي راعته الجامعة والعمادة في استحداث هذه البرامج يا دكتور؟ في البداية الحقيقة أود أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن التعليم بشكل عام والتعليم العالي يحظى بأهمية لدى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله في عمره، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ووزارة التعليم تدعم هذا التوجه بشكل كبير. في جامعة الملك خالد وحديثنا عن الدراسات العليا بشكل خاص، معالي رئيس الجامعة مهتم بهذا الجانب اللي هو جانب التوسع في برامج الدراسات العليا والبرامج النوعية، وليس توسعا يعني كيفما أشاء أو على علاته. من خلال الأعمال أو من خلال الأمور التي تعلمناها أنه العملية في أي مجال من المجالات تكون عملية تكاملية، فالقسم والكلية عمادة الدراسات العليا، وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، بإدارة الجامعة ممثلة في معالي رئيس الجامعة، تسعى لوضع خطط استراتيجية مهمة تسير وفقها. هذه التكاملية التي تحدثت عنها هي تتوافق مع الخطة الاستراتيجية لجامعة الملك خالد في السنوات الماضية، إذ كان من أهم أو من أهداف أو من الأهداف الاستراتيجية للجامعة في تلك المرحلة هو التوسع في برامج الدراسات العليا. ومن هنا جاءت التكاملية بين الإدارة وبين العمادة وبين الكليات والأقسام العلمية بما يخدم هذا التوجه وبشكل علمي ومدروس. جميل. هذه من الأمور التي استحضرناها خلال السنوات الماضية وحققنا ولله الحمد نجاحات كثيرة. هذا الاستحضار أيضا يتطلب أمور أخرى. جامعة الملك خالد على سبيل المثال هي جامعة محورية في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وتحيط بها عدد من الجامعات وعدد من المحتاجين لتزويد يعني تعليمهم العالي في الدراسات العليا. أيضا من خلال عمل استبانات للمجتمع بشكل أو بآخر، كل هذه الأمور تتوافق مع رؤية المملكة الجديدة 2030 في التوسع بما يخدم سوق العمل وبما يخدم المجتمع، وهذا هدف من أهداف الجامعة بشكل أو بآخر. أيضا في المرحلة القريبة أيضا بدأنا نعمل على التوافق مع استراتيجية منطقة عسير. هنا يأتي التكاملية التي أشرت إليها بين الأقسام والكليات والعمادة وإدارة الجامعة بما يحقق الهدف المرجو ويعني يسهم في خدمة المجتمع وخدمة سوق العمل كما ينبغي. وهذا أنا أعتقد أنه الجامعة خطت خطوات كبيرة جدا ونجحت نجاح كبير في هذه أو في هذا التوجه، واستحدثت الكثير من البرامج سواء على مستوى الدبلومات العالية، على مستوى الماجستير، وأيضا الدكتوراه.
استحدثنا عدد كبير جدا من البرامج الأكاديمية التي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع والجامعات وتحقق الرغبة في الاستزادة من العلم العالي أو من التعليم العالي. أيضا ما يتعلق باستحداث برامج مهنية وهذه تخدم سوق العمل وتتوافق مع الرؤية وتتوافق مع استراتيجية منطقة عسير. أيضا ما يتعلق بالبرامج التنفيذية كلها تسهم في أو تسير في نفس الاتجاه التي رسمته جامعة الملك خالد وفق الخطة الاستراتيجية التي عملت لها. أيضا هناك العديد من البرامج البينية وهذه أيضا من الأمور المهمة التي تسهم في نفس الاتجاه خدمة المجتمع، خدمة سوق العمل، التوافق مع الرؤى والاستراتيجيات سواء كانت رؤية الجامعة أو رؤية المنطقة أو رؤية الدولة بشكل أو بآخر. لعلنا إن شاء الله خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة نستمر في هذا الجانب بما يخدم الجميع. جميل جدا. برامج الدراسات العليا يا دكتور، أكيد المشاهد الآن يتساءل هل البرامج اللي تم التوصل لها بعد هذه العملية المعقدة كانت عملية تكاملية؟ نعم. مع وكالة الدراسات صحيح. العليا، مع ربما أيضا الكليات في جامعة الملك خالد، مع استطلاعات رأي العام من خلال الاستبانات. جميل. المقارنات المرجعية. جميل. هذه من الأمور التي نستحضرها في بناء أي برنامج. جميل. وفق يعني الهيئة الوطنية وللمؤهلات ويعني ما يحقق الجودة أيضا. جميل جدا. هذا الكلام تقريبا يرضي الأشخاص اللي مقبلين لبداية أي برنامج من برامج الدراسات العليا في جامعة الملك وهم خالد. الفئة المستهدفة. جميل جدا. ولذلك إحنا نحاول إرضائهم وتحقيق متطلبات سوق العمل وخدمة المجتمع. رائع. أعتقد خطوة جبارة للمجتمع في اختيار فقط التخصص أو البرنامج بدون أي تردد، فقط يرى الذي يتطابق مع شخصيته أو مواهبه. فهذه البرامج لم تطرح إلا ولها احتياج في سوق العمل وفي المملكة العربية السعودية بشكل عام. بلا شك. جميل بلا جدا شك. طيب دكتور، كيف تستطيعون التوفيق بين الطلب المتزايد والحاجة الفعلية لبعض البرامج في الدراسات العليا؟ تحدثنا قبل شوي أن الاختيار لا يأتي إلا بعملية جدا ليست بالسهلة، انتهينا من هذا الجانب، لكن في جانب آخر بعض أو العديد أو شريحة كبيرة من المجتمع يذهب إلى برنامج فقط معين، وإحنا نثق أن كل البرامج مميزة وفيها حقها، لكن نريد أن نفهم أو نصل إلى كيف يتم التوفيق بين الطلب المتزايد والحاجة الفعلية في بعض البرامج. شوف، الحديث عن هذا الموضوع مهم من عدة جوانب. أولا خلنا نأخذ زيادة الطلب من الناحية الإيجابية. جميل. لو أخذناه من الناحية الإيجابية فهذا يعطينا مؤشر ودلالة على أن برامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد مطلوبة ومقبولة وتخدم الهدف التي وضعت من أجله أو طرحت من أجله، وهو خدمة المجتمع وأيضا تلبية سوق العمل. إذن أنا أخذها من الجانب الإيجابي وهذا جميل جدا، وحققنا فيه نجاح كبير. الطلب متزايد بشكل كبير جدا، الأعداد المتقدمة في الدراسات العليا كبيرة جدا من الذكور ومن الإناث. الجامعة وجامعة الملك خالد هي جامعة عريقة ولديها يعني إمكانات، سواء كانت في المباني إدارية، أيضا إمكانات بشرية ممثلة في الطواقم الإدارية وفي أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والمتميزين في الكليات والأقسام العلمية الذين يستطيعون أن يقدموا دراسات عليا يعني منافسة وتنافسية. وهذه أيضا من النقاط المهمة، أن الجامعة تسعى لتحقيق التنافسية بشكل كبير، وهذا ينعكس على إيجابيات البرامج وعلى أيضا مخرجاتها
وعلى تميز الطلاب والطالبات المتخرجين من جامعة الملك خالد. كثير ممن يعني يتخرج من جامعة الملك خالد مباشرة يستقطب من الجامعات الأخرى في برامج الماجستير، يقبلوا في دكتوراه بشكل أو بآخر، وجدنا ردود فعل إيجابية كبيرة من خلال تعاملنا مع الزملاء. فهذه أنا زي ما ذكرت نأخذها من الناحية الإيجابية، وأنه هذا الطلب إيجابي بشكل أو بآخر. أيضا كما ذكرت الجامعة لديها الإمكانات التي تؤهلها لاستيعاب، يعني في بعض السنوات نقبل إلى 2000 طالب وطالبة، 2500 طالب وطالبة، 3000 طالب وطالبة. هذا عدد ليس باليسير في برامج الدراسات العليا. وأيضا من الأشياء التي عملنا عليها أنه تنوع البرامج وزيادة عدد البرامج، هذا أيضا أسهم بشكل أو بآخر في استيعاب عدد كبير جدا من فئات المجتمع. أيضا كان هناك يعني جانب يتعلق بتلبية احتياجات معينة لبعض الفئات، مثلا البرامج المهنية، هذه تحقق أيضا هدف لشريحة كبيرة جدا من المجتمع وتلبي حاجة سوق العمل. البرامج التنفيذية، البرامج البينية، هذه من الأمور التي بدأنا نعمل عليها وعملنا عليها، يوجد لدينا عدد من البرامج البينية، والقادم سيكون أكثر توسعا في هذا المجال، لأنه لم يعد الأمر حكرا على تخصص معين. الآن قد نحتاج إلى أن يكون هناك برامج بينية، سواء بين تخصصين داخل الكلية أو بين تخصصين داخل الجامعة بين كليتين، أو بين تخصصات بالجامعة وجامعات أخرى. نحن نعمل على هذا من الجامعات الأخرى، قد يكون محلية إقليمية، قد تكون جامعات دولية، ونحن نرسم خطة أو رسمنا خطة وبدأنا في دراسة هذا الموضوع بشكل. إذن كل هذه الأعمال تحقق الفرصة لشريحة كبيرة وتسهم في يعني الاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات لبرامج الدراسات العليا. جميل جدا. ربما البرامج التنفيذية والمهنية واضحة بشكل كبير. من البرامج التي تم استحداثها مؤخرا اللي هو برنامج البرامج البينية، يقصد به الدمج بين تخصصين أو ماذا؟ نعم، بين تخصصين، هو أنه يكون هناك برنامج بين تخصصين. يعني على سبيل المثال، وبما حكمنا الآن في نتحدث عبر وسائل إعلامية، فلدينا برنامج اللغة والإعلام. جميل. يعني هذا من على سبيل المثال، يعني وأنا ضربت لأننا نتحدث من خلال وسائل إعلامية. فاللغة والإعلام يجمع بين قسمين داخل كلية العلوم الإنسانية، اللي هو اللغة العربية، وهي مطلب مهم من مطالب الإعلام بشكل أو بآخر، وقسم الإعلام، وهذا من البرامج اللي حقق إقبال كبير خلال الفترة الماضية. لدينا عدد من البرامج البينية بين كلية الأعمال وكلية العلوم، مثلا بين كلية الأعمال وكلية الصيدلة. قد يتساءل يعني ما يعني الرابط بين كلية الأعمال والصيدلة؟ هناك إدارة الأعمال الصيدلانية على سبيل المثال، أيضا بين كلية الصيدلة وكلية العلوم، يعني الطب والأعشاب والأحياء وكذا. كل هذه مدعاة لأن تخلق برامج جديدة تتوافق مع حاجة المجتمع وتلبية رغباته ومع سوق العمل خلال المرحلة المقبلة. وأيضا كما ذكرت قبل قليل، نحن على اتجاه في التوسع مع الجامعات المناظرة، بل حتى مع جامعات من خارج المملكة العربية السعودية لعمل برامج نوعية. وأيضا قد يكون فيها الكثير من تبادل الخبرات، هذه تعطي خبرات إيجابية للجامعة وأيضا لهم خبرة عكسية أيضا، ويعني نحقق أهداف بعيدة المدى تخدم برامج الدراسات العليا خلال المرحلة المقبلة. وسنأتي إلى الحديث عن تطوير البرامج، إحنا لا نقف عند البرامج القديمة، نحن نعمل إن شاء الله خلال المرحلة المقبلة على تطوير البرامج وبما يتوافق مع كل مرحلة من المراحل التي تتطلبها. ما شاء الله تبارك الله يا دكتور، صراحة جهود تذكر فتشكر. يعني هناك عمل شاق لاستحداث هذه البرامج
والقفزة النوعية في خلال فقط 4 سنوات. طيب ربما يتساءلون حول هل هناك معايير غير المعدل التراكمي من مثلا جانب الخبرة أو إلى آخره؟ أيه. اللائحة الموحدة للدراسات العليا تنظم مثل هذه الأمور، فهناك شروط أساسية يجب أن تنطبق على شريحة أو على الجميع، وهناك مجال من خلال اللائحة تعطي للأقسام العلمية صلاحية إضافة الشروط التي تراها الأقسام العلمية مناسبة لما يحقق الهدف، ويحقق لهم هدف جودة البرنامج وفائدة الطالب أو المتقدم سواء كان طالب أو طالبة علميا، وأيضا المخرجات، كل هذه الأمور تحققها هذه المعايير. فأبدا موجودة عدد من المعايير غير المعدل، يعني مثلا على سبيل المثال عندنا المعدل بالإضافة إلى القدرات، قدرات الجامعيين، في بعض الكليات يكون المعدل مع قدرات الجامعيين مع التوفل أو ما يعادله، هذه في البرامج العلمية وما يتطلب اللغة أو إلى غير ذلك. أيضا قد تأتي بعض البرامج وتطلب يعني إجراء مقابلات لتحقيق هدف معين كما ذكرت، مثلا على سبيل المثال لما يتقدم إلى القرآن وعلومه هذا يتطلب أنه يعمل لقاء أو مقابلات شخصية مع الطلاب لمثلا معرفة حفظه للقرآن الكريم، كيفية نطقه إلى آخره. أيضا قد يكون في الإعلام نفس القضية، أنه قد يكون هناك مقابلات شخصية للمظهر وكذا. فنحن نحقق هذا الأمر لأنها تحقق لنا جودة المخرج بشكل أو بآخر، وبما يتوافق مع الشروط الأساسية التي كما ذكرت نظمتها اللائحة الموحدة للدراسات العليا. أيضا أشرت إلى نقطة مهمة وهي قضية الخبرات، أيضا هذه في بعض البرامج عندنا يعني تتطلب أن يكون هناك خبرة لدى كذا. فمثلا في كلية الأعمال قد يتطلبون في إدارة الأعمال أنه يكون لديه خبرة معينة أو يستهدف فئة معينة لديهم خبرة. أيضا في كلية التربية يطلبون خبرة في بعض المجالات مثلا التربوية أو التعليمية أو إلى غير ذلك. هذه كلها من الأمور التي تسهم بشكل أو بآخر في الرفع من مكانة برامج الدراسات العليا من جهة، وأيضا تسهم في فائدة المخرج نفسه لسوق العمل أو ما يتطلب الاحتياجات المعروفة والتي يحتاجها المجتمع. جميل جدا. معايير القبول يعني لا تقتصر فقط على المعدل التراكمي؟ لا لا أبدا. جميل. وهل المعايير متطابقة بين جميع البرامج؟ مثلا البرامج المهنية ربما تتطلب الخبرة أكثر. جميل جميل هذا السؤال. أنا ذكرت أنه اللائحة أعطت الأقسام العلمية المجال لطرح شروط معينة تتوافق مع كل قسم. فلما تلاحظون الإعلانات، إعلانات برامج الدراسات العليا في جامعة الملك خالد، نطرح كل الشروط التي يعني يتطلبها القسم الفلاني في الكلية الفلانية، وهو بالضرورة يختلف الكليات النظرية عن الكليات العلمية عن الكلية، أيضا البرامج الأكاديمية التي فيها رسالة تختلف عن البرامج أو الشروط فيها بشكل أو بآخر عن الشروط التي يعني مهنية أو تنفيذية ولا يوجد فيها رسالة علمية، يعني قد يكون فيها مشروع بحثي للتخرج. كل هذه تراعى عند وضع الشروط، والجامعة الحقيقة وبتوجيهات من معالي رئيس الجامعة واستشعار الحقيقة للأمر هذا من كافة الجهات الإدارية راعوا هذا الجانب بشكل أو بآخر. بقدر ما نستطيع أنه نعمل على تخفيض الشروط وتسهيل مهمة التحاق الطلاب والطالبات ببرامج الدراسات العليا من خلال تخفيف الشروط إلى الحد الأدنى في بعض البرامج، أيضا من خلال تسهيل الموافقات من جهات العمل وإلى آخره. استصدرنا عدد من القرارات المهمة في هذا الجانب بحيث نمكن المتقدمين والمتقدمات من دخول البرامج. كانت بعض الأنظمة يعني والتي سمحت لنا اللائحة من خلال اللائحة الموحدة للدراسات العليا بال يعني الحرية فيها
لكل جامعة. يعني على سبيل التدريب اللي مثلا كان يشترط التفرغ لمرحلة الدكتوراه، ونحن في العمادة، عمادة الدراسات العليا، ومن خلال اللائحة أنه أجازت إذا الجامعة ترى أنه من مصلحة الطلاب والمتقدمين والمتقدمات بشكل أو بآخر أنه نلغي مثلا هذا الشرط ونكتفي بالموافقة فقط، موافقة جهة العمل، أن يعرض الموضوع على مجلس الجامعة ويقر. وفعلا طلبنا من خلال مجلس عمادة الدراسات العليا هذا، وأقر من مجلس الجامعة، وأسهم بشكل أو بآخر في قبول عدد كبير من المتقدمين لمرحلة الدكتوراه، ويعني بقية الموافقة وليس التفرغ الكامل للدراسة. أيضا قبول الطلاب يعني بدون الموافقات في البرامج المهنية والتنفيذية، هذا أيضا يسر عليهم يعني، أو بموافقات يعني مقبولة إلى حد ما، يسر للكثير منهم الالتحاق بالبرامج. أيضا طلاب المنح الداخل، يعني احنا كان من الاول انه ينطبق عليه شروط، فاستصدرنا قرار ايضا من مجلس الجامعه بما انه مقيم وكل الشروط والضوابط والاقامه ساريه المفعول والى اخره، نتيح له ايضا الالتحاق بالبرامج. وهذه كلها عززت واسهمت كما ذكرنا قبل قليل على الطلب المتزايد والكبير على برامج الدراسات العليا. ونسال الله ان الله يعين في المرحله المقبله لأيضا استيعاب عدد أكبر وفق الإمكانات ووفق ما تتطلبه المرحلة بإذن الله. عذرا يا دكتور، احنا عرجنا كثير على المعايير، والسبب هو فقط أن المجتمع دائما ربما يتساءل أن هناك تعقيد في لائحة القبول أو إلى آخره، لكن من ما شاء الله تبارك الله كلامك أن الجامعة تسعى لبعض المعايير. نعم. اللي موجودة تقوم بتغييرها حسب صحيح. ما يرضي صحيح. الطرفين يعني. صحيح، وبدليل أنه لدينا عدد كبير جدا الآن في برامج الدراسات العليا، يمكن أحيانا يفوق الحاجة الفعلية في إحدى يعني بعض السنوات، والطلب المتزايد دليل على ذلك. جميل جدا. طالب الدراسات العليا يا دكتور يحتاج إلى تعزيز مهاراته البحثية والعلمية والمهنية، حابين نعرف وش اللي تقدم له الجامعة. أرجع إلى نقطة مهمة في بناء البرنامج نفسه. عندما يبنى البرنامج، من ضمن الأهداف الأساسية التي يبنى عليها البرنامج هو تعزيز المهارات المختلفة لدى طالب الدراسات العليا، المهارات العلمية، المهارات البحثية، والمهارات العملية. هذه كلها أمور مهمة جدا، وهي محور أساس في العملية التعليمية في برامج الدراسات العليا بشكل أو بآخر، فهي موجودة من الأساس في بناء البرنامج. تأتي فيما بعد الكثير من المعززات من خلال، يعني على سبيل التدليل أنا أعطي، عقد الكثير من الورش التعليمية والتدريبية لبرامج الدراسات العليا أو لطلاب الدراسات العليا، بما يحقق لهم خليني أقول الفاقد اللي ممكن إنه ما يصلهم من خلال بناء البرنامج بشكل أو بآخر. تعقد الكثير من الورش التدريبية، من الندوات، المحاضرات التعريفية، والبرامج التي تسهم بشكل أو بآخر في تطوير المهارات سواء البحثية أو العلمية أو حتى المعملية والمخبرية لطلبة الدراسات العليا، فهي موجودة، والجامعة تسهم بشكل كبير وجبار. القسم العلمي يعمل على هذا الاتجاه، الكلية تعمل، عمادة الدراسات العليا تعمل، وكالة أو عمادة الدراسات العليا وعمادة التطوير والجودة كلها تسهم في هذا الجانب التطويري لطلبة الدراسات العليا في هذه المجالات. يعني أنا أعطيك مثال واحد، خلال جائحة كورونا قدمت عمادة الدراسات العليا عدد من المبادرات
لطلبة الدراسات العليا خلال العام الماضي والذي قبله. يعني أستطيع أن أقول وأنا يعني بالإحصاء وموجودة لدى عمادة التعلم الإلكتروني مشكورة، ممكن يزودون الجميع بهذا الجانب، أنه في بعض المبادرات التي استهدف فيها طلبة الدراسات العليا للارتقاء بإمكاناتهم العلمية والبحثية واللي قدمها أساتذة وأستاذات مختصين ومختصات في هذا الجانب، حققنا حضور في 4 جلسات فاق 20,000. ما شاء الله. وأنا أقول هذا الكلام وأنا متأكد من الإحصائيات تفوقها. في بعض الجلسات كان الحضور تجاوز 5,000 حاضر وحاضرة من داخل الجامعة، من الجامعات السعودية، من خارج المملكة، وهذه إحصائيات دقيقة وموجودة لدى عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد. إذن هناك خدمة لطلاب وطالبات الدراسات العليا من خلال عقد هذه الورش والدورات والندوات. أيضا الجامعة الآن ومن خلال مبادرة من عمادة الدراسات العليا قبل يمكن 2.5 أو 3 سنوات، عملنا على تعزيز النشر العلمي لدى طلاب وطالبات الدراسات العليا. أيضا أقمنا يعني معارض فيها بحوث وفيها عرض لمنتجات البحثية والعلمية لطلبة الدراسات العليا. كل هذه من الأمور التي تسهم في يعني تطوير المخرجات من جامعة الملك خالد للدراسات العليا. البرامج المهنية والتنفيذية فيها جانب كبير عملي وتطبيقي. أيضا الصحية، المختبرات، الصحة العامة إلى غيرها، كلية العلوم بجميع برامجها فيها جانب عملي وفيه جانب تطبيقي. كلية التربية فيها جوانب تطبيقية كثيرة جدا على شريحة معينة في المدارس، في التعليم إلى آخره. كل هذه بشكل أو بآخر تسهم في تعزيز ورفع من قدرات ومخرجات طلاب وطالبات الدراسات العليا. أيضا من خلال مبادرة احنا نعمل عليها الآن مع عمادة البحث العلمي في تشجيع طلبة الدراسات العليا من خلال الجوائز البحثية، وهذه احنا نعمل عليها وستكون يعني نقطة مهمة جدا خلال المرحلة المقبلة كنوع من الدعم والتحفيز وتجويد المخرج البحثي لطلبة الدراسات العليا. أعطي النقطة مهمة جدا وأنا جربتها مع طلابي وطالباتي خلال المرحلة الماضية، هو تعزيز النشر المشترك بين الأستاذ والطالب. في مرحلة من المراحل كان في بعض الكليات وبعض الأقسام يرون هذا من الصعوبة بمكان، ولكننا كسرنا هذا الحاجز الكبير من خلال تعزيز. وأنا نشرت مع طالباتي وطلابي كثير من البحوث اللي أراها مهمة جدا. هذا جيد أنه وكليات العلوم سبقونا في هذا المجال بالنشر المشترك مع طلبة الدراسات العليا. أنا كنت أتكلم عن العلوم الإنسانية والشرعية، كان عندهم شيء من البحث المنفرد هو الأقوى. لا، ليس بالضرورة، يجب أن يكون البحث العلمي هو الذي يحكم نفسه، سواء كان بحثا منفردا أو بحثا مشتركا. تعزيز نشر الطالب هو يقوي من مكانة الطالب ويرفع مكانته ويعطيها الثقة في نفسه للبحث العلمي بشكل أو بآخر. أيضا وجود الأستاذ يسهم في مساعدة هذا الطالب في معرفة المجلات المصنفة من غير المجلات المصنفة، في آليات النشر التي يفتقدها كثير من الطلاب. ولذلك أنا أوصي بقوة إلى تعزيز هذا النشر المشترك البحثي بين الأستاذ وبين طلبته، لأنه من أيضا الأمور التي تسهم في رفع مكانة الطالب بحثيا وعلميا. جميل جدا، كلام صراحة رائع، ونثق بأن النشر المشترك خطوة جبارة جدا، وتعزيزها في جامعة الملك خالد لابد منها، لأن لو نلاحظ في بعض الدول في الغرب
دائما البحوث لا تنشر إلا في الغالب مشتركة. نعم صحيح. ثلاثة أربعة خمس أشخاص. صحيح. ولذلك أنا ذكرت في الكليات العلمية موجود بشكل كبير، والآن بدأ بشكل أوضح في الكليات الإنسانية بمختلفها، الشرعية، الإنسانية، التربوية إلى غير ذلك يعني. فهو موجود، ونحن بدأنا بالمبادرة هذه من سنوات وحققت إيجابية كبيرة جدا للأمانة. جميل جدا. تعزيز المهارات اللي تحدثنا عنها أعتقد الإجابة كانت واضحة تماما، لكن حابين نعرف ربما بعض المرافق اللي لا يعلم عنها بعض الطلاب والطالبات في جامعة الملك خالد. مثلا عندنا مكتبة جامعة الملك خالد، تواجد الطلاب فيها، مدة افتتاح المكتبة من الساعة كم إلى كم؟ مهم جدا هذا السؤال. أنا ذكرت أنه جامعة الملك خالد قبل قليل من الجامعات العريقة والتي تمتلك يعني إمكانات متعددة، سواء كانت من الإمكانات المكانية أو من الإمكانات الإدارية أو البشرية المتمثلة في الأساتذة والأعضاء والأقسام والكليات. أيضا الجامعة يعني تمتلك مكتبة كبيرة جدا، مكتبة جامعة الملك خالد. أيضا سعت الجامعة إلى أتمتة كثير من الأمور المتعلقة بالخدمات البحثية والمرجعية لطلبة الدراسات العليا بشكل أو بآخر. وإحنا عندنا في عمادة الدراسات العليا قمنا قبل يعني يمكن سنة ونصف أو سنتين بعمل يعني جبار حقيقة، بتوجيه ودعم كبير من معالي رئيس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وهو جمع كل الرسائل العلمية من أول ما بدأت في جامعة الملك خالد حتى يومنا الحاضر، ووضعها في مستودع الأبحاث، وهذا بإذن الله يعني سيكون متاحا خلال الفترة المقبلة بعد أن تكمل أو تستكمل بعض الإجراءات القانونية المرتبطة بحقوق الملكية للرسالة وما يتعلق بها. هذا مشروع جبار خطت به عمادة الدراسات العليا خطوة كبيرة جدا في تسهيل الخدمات المرجعية للطلاب والطالبات. الأهم من هذا الآن، وهذه أنا أذكرها الآن كبشارة لطلبة الدراسات العليا المقبلين وأيضا الموجودين في جامعة الملك خالد الآن، معالي رئيس الجامعة متبني من سنتين تقريبا مشروع بناء مقر كامل للدراسات العليا، ما شاء الله، وعملنا عليه مع وكالة الجامعة للشؤون للدراسات العليا والبحث العلمي وعمادة الدراسات العليا، وبمتابعة مستمرة وقف المعالي على المشروع أكثر من مرة، والوكيل وأنا جلسنا وناقشنا متطلبات هذا المبنى وماذا سيقدم لطلبة الدراسات العليا. على سبيل المثال الحضور، سيكون هناك حضور يعني من الجميع في المبنى من الطلاب والطالبات بما يحقق الخصوصية المطلوبة للجميع، ولكنه يحقق ويعزز المفهوم العلمي ويوصل الرسالة العلمية للطالب بشكل متميز. ستقدم لهم خدمات كثيرة جدا طلبة الدراسات العليا. سيكون هذا المبنى مبنى نموذجي بإذن الله. إحنا نعمل ونسعى والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. أيضا في قضية وضع قاعات مخصصة في هذا المبنى للمناقشات العلمية، أيضا لإقامة الورش البحثية وما يتعلق بالابتكارات وغيرها اللي يمكن أشرنا أنها تعزز يعني من قدرات والمخرجات البحثية لدى الطلاب والطالبات. رسائل الماجستير والدكتوراه وهذا الزخم الكبير، هل أسهمت في مناقشة الظواهر الاجتماعية والثقافية والصحية ومعالجتها؟ سؤال للحقيقة جيد ومهم. من الأشياء الرئيسة اللي يعني نتطلبها دائما والأقسام العلمية بشكل عام من الرسالة العلمية،
سواء في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه أو حتى في المشروعات العلمية والبحثية، أنه يتوافر فيها الجدة أو الجدة والأصالة. وفي مرحلة الدكتوراه يجب أن يكون هناك ابتكار. صحيح. وفي المشروعات البحثية، مشروعات التخرج أو في البرامج، أيضا يراعى الجانب العملي والتطبيقي. ولذلك أنا أستطيع وبكل اطمئنان ومن خلال إحصائيات واضحة أنه نسبة كبيرة جدا، إن لم يكن معظم الرسائل، لم تكن كلها، هي تخدم يعني هدف معين. من ضمن الخطة أن نعمل هدف معين. إيش الهدف من الرسالة؟ بل يكون أكثر من هدف. فالرسائل العلمية في جامعة الملك خالد أسهمت بلا شك في معالجة الكثير من الظواهر الاجتماعية ودراستها قبل المعالجة. هذه نقطة مهمة جدا. وأعطيك أمثلة يعني على سبيل المثال، عملنا قبل يمكن فترة سنة ولا أكثر حصر لعدد الرسائل العلمية التي تناولت منطقة عسير أو اللي تتطرقت لمنطقة عسير جغرافيا، تاريخيا، علميا، أيا كان. يعني أنا أعتقد أنه في ذلك الوقت، الآن زادت بشكل أو يعني بشكل كبير جدا، تجاوزت 200 رسالة، وهذا بس حصر بسيط جدا. مثال آخر، كلية التربية على سبيل المثال عندما تناقش الرسائل العلمية هي تدرس الواقع في المدارس بشكل أو بآخر من خلال عدد من الرسائل العلمية إداريا أو من الناحية العلمية إلى غير ذلك. في الجوانب الإنسانية اللغة العربية تدرس ما يتعلق بالجانب الأدبي والنحوي في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة. التاريخ على سبيل المثال، وليس تحيزا لتخصصي، لكنه درسنا كثير من الأمور المتعلقة بتاريخ الوطن وقادة هذا الوطن. إذن هي تخدم الوطن بشكل أساسي وتدرس جميع الظواهر بمختلفها، الأحياء على سبيل المثال أو الكيمياء أو الفيزياء، الأعمال على بمختلف اللغات والترجمة، كل الكليات، أنا ما ودي أنسى الهندسة، أسهمت الحاسب الآلي، الكليات الطبية، كلها درست ظواهر داخل المنطقة أو داخل الوطن بشكل أو بآخر، وأسهمت في إيجاد حلول أو على الأقل توصيات معينة لمثل هذه الحلول من خلال دراسات علمية يعني أكاديمية وبحثية جادة. جميل جدا. الآن أعلنتم عن القبول للعام الجامعي القادم في أكثر من 50 برنامج للدبلوم والماجستير والدكتوراه. حابين نعرف هالبرامج وعلاقتها بسوق العمل. أولاً، الإعلان اللي أعلننا عنه في رمضان هو ليس الإعلان الأول، علشان نكون يعني أكثر دقة في هذا الموضوع، هو الإعلان الثاني. جميل. في يمكن قبل 3 أشهر تقريبا تم الإعلان عن الكثير من البرامج الأكاديمية، وأيضا هو عدد يقارب من العدد اللي أعلن، يعني قرابة 45 إلى 50 برنامج تم الإعلان عنها، وتقدم لها عدد كبير جدا من الطلاب والطالبات، و أعلنت نتائج القبول في 25 شعبان لهذه البرامج. فهذا الإعلان الإعلان هو الإعلان الثاني، وهو مكمل للإعلان الأول، واستهدف في هذا الإعلان البرامج المدفوعة والبرامج المهنية والتنفيذية، وهي كما ذكرنا، ولازلت أقول أنه إحنا نعطي مساحة كبيرة للمتقدمين والمتقدمات خدمة للمجتمع وما يتطلب ويتوافق مع رؤية المملكة ومع استراتيجية منطقة عسير وبما يخدم سوق العمل بشكل أو بآخر. ولذلك تجد هناك الكثير من البرامج التي تتوافق مع أو احتياج سوق العمل ومتطلباته، وهذه عليها إقبال كبير ولله الحمد، كما كان على المرحلة السابقة. أيضا فيها الكثير من البرامج البينية
وهي أيضا من البرامج التي عليها إقبال، وكما ذكرنا يمكن البرامج منها اللغة والإعلام والبرامج اللي بكلية الصيدلة والأعمال وكثير من كلية التربية وكلية الشريعة، كثير من البرامج البينية التي طرحت وهي أيضا تلبي الحاجة لسوق العمل. أيضا هناك الدبلومات لا ننساها، الدبلومات العالية هذه مطلب الآن، يعني في خلال سنة يكون هناك دبلوم عالي مكثف مثل الأمن السبراني، مثل المحاماة، مثل يعني عدد من البرامج في الهندسة، في الحاء إلى خير ذلك، كلها من المتطلبات التي يحتاجها القانون سوق العمل خلال المرحلة المقبلة. طيب دكتور، حابين نعرف ما الجديد في استراتيجيات العمادة للسنوات القادمة؟ والله شوف، أنا ذكرت في بداية حديثي أنه العمادة تسير وفق تكاملية مع الخطة الاستراتيجية التي تسير عليها الجامعة، القسم، الكلية، عمادة الدراسات العليا، وكالة الجامعة وإدارة الجامعة. فالعمادة خلال السنوات الماضية ومن خلال استشراف المرحلة المستقبلية عملنا على عدد من الأمور اللي لازلنا أيضا في طريق في طور استكمالها. على سبيل المثال عملنا على أتمتة كل ما يتعلق بالحركات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا، من التقديم يستطيع أن يقدم على البوابة وفي خارج المملكة إلى أن تصدر وثيقة التخرج. وتوافقت كل هذه الحركة والأتمتة وفق اللائحة، وهذا أمر صعب، جلسنا سنوات حتى نعمل على هذا الموضوع. فمن ضمن الخطط المستقبلية هو الاستمرارية في تطوير أتمتة وما يتعلق بكل البرامج وتحديثها وإعادة النظر فيما يجب أنه يعاد النظر فيه في هذا الجانب. حصلت العمادة وبفضل الله خلال الفترة الماضية على شهادة الأيزو العالمية، ونحن ماضون في الاستمرارية لتطوير العمل المؤسسي من خلال التعاون مع الكليات والأقسام العلمية التي تقوم بدور كبير في هذا الجانب على الاعتماد البرامجي، وهذا أمر مهم جدا. هناك اعتماد مؤسسي وهناك اعتماد برامجي، فالاعتماد البرامجي وحققت الجامعة بدعم من عمادة التطوير والجودة والأقسام العلمية اللي عملوا على هذا على عدد كبير من أو على عدد الحقيقة من البرامج حصلت على الاعتماد البرامجي للدراسات العليا، وهذه أيضا ميزة إضافية لبرامج الدراسات العليا في جامعة الملك خالد. هناك أيضا نية للتوسع فيما يتعلق باستقطاب الطلاب الدوليون من خارج المملكة، هذا احنا قطعنا فيه شوط كبير جدا، والآن إدارة المنح خصصت لهذا الموضوع، كان عندنا في دراسات العليا والآن أخصص له إدارة وإشراف كامل لإدارة المنح لاستقطاب الطلاب الدوليون، وهذا له انعكاساته وله إيجابياته بشكل كبير جدا. الاستمرارية أيضا من الخطط المستقبلية، يمكن أنا أشرت لشيء من ذلك في البداية، وهو الاستمرار في فتح البرامج البينية سواء داخل الجامعة بين الأقسام الكليات والكليات الكليات وكليات أخرى أو أقسام علمية وأقسام من جامعات مناظرة أو حتى على المستوى الدولي، هذا هدف نسعى لتحقيقه بشكل كبير جدا. من الأهداف التي نعمل عليها هو أيضا تعزيز قضية التنافسية سواء على مستوى المنطقة وعلى مستوى المملكة، بحيث الإفادة من هذه التنافسية لتجويد المخرج في مختلف المجالات وأيضا تجويد البرامج. أيضا نعمل الآن على التحول الثلثي وهذا له إيجابياته، ونعمل أيضا من خلال هذا التطوير والتحول الثلثي إلى تحديث البرامج القديمة. لن نقف عند مثلا أنه هذا البرنامج والله هذا اعتمد وله سنوات، لا،
يجب أن يحدث هذا البرنامج بما يتوافق مع الرؤية ومع الاستراتيجية وما يخدم سوق العمل. فهذه إيجابية، والديمومة والاستمرارية في تطوير هذه البرامج من الأمور المهمة لنا كاستراتيجية في عمادة الدراسات العليا في المرحلة المقبلة. أيضا الاستمرارية في قضية النشر العلمي وتعزيز النشر العلمي في المجلات العلمية المصنفة، ويعني تعميق هذه في نفوس الكثير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الملك خالد. والحقيقة أن الطموح كبير في ظل هذا الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة، يعني قيادة السيد خادم الحرمين الشريفين ولي العهد، الوزارة الداعمة، إدارة الجامعة معالي رئيس الجامعة والطاقم الوكيل وعمداء الكليات والأقسام العلمية، كلهم يستشعرون هذه الأهمية لبرامج الدراسات العليا لجامعة عريقة مثل جامعة الملك خالد التي تحتل تصنيف جيد من خلال الجامعات السعودية. ولعلنا بإذن الله وسيأتي من يكمل المسيرة فيما بعد، لأنه إذا توقف الطموح أو الخطة الاستراتيجية فمعناتها أنه الإنسان يقضي على نفسه، يبدأ مرحلة الفشل. إحنا لن نقف وسيأتي من يكمل المسيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لجميع طلابنا وطالباتنا والتوفيق والسداد، وأن يديم على هذا الوطن كما بدأنا في البداية أمنه وأمانه واستقراره في ظل هذه القيادة الرشيدة التي تعمل ليل نهار على خدمة وراحة الوطن والمواطن. طيب ذكرت يا دكتور الطلاب الدوليون، فإحنا نثق صراحة في هذه الخطوة أنها جبارة، أيضا تعزز من المهارات لدى الطلاب في جامعة الملك خالد من داخل الوطن. تعزيز هذه كانت مبادرة انطلقت من عدة سنوات من عمادة الدراسات العليا، وأيضا الآن إدارة المنح تقوم بهذا الدور مشكورة في هذا الجانب. أنا أستطيع أقول الآن عندنا في جامعة الملك خالد في برامج الدراسات العليا، وهذه إحصائية دقيقة، طلاب من أكثر من 35 دولة، ونسعى إلى الأكثر بإذن الله خلال المرحلة المقبلة. هنا نحقق الكثير من الأمور في هذا الجانب. أولا هؤلاء سيكونوا سفراء لهذا الوطن في بلدانهم، ويعكسوا صورة إيجابية عن المملكة العربية السعودية وعن هذا الوطن العزيز الكريم الذي أسهم في تعليمهم وفي رفع مكانتهم على المستوى التعليمي العالي في بلدانهم، سيكونون سفراء إيجابيين. أيضا هنا تلاقح أفكار بين الطلبة اللي يأتون من عدد من دول، عندنا من أفريقيا، من أمريكا، من الصين، من كوريا، من كثير من بلدان العالم العربي بأكمله. وهذا خلق نوع من الإيجابية العلمية بين الطلاب داخل القاعة نفسها، عندما يأتي الأستاذ ويكون هناك تنوع، هذا بثقافة وهذا بفكر وهذا بمعلومة، وهنا إذن هذه خلقت نوع من الإيجابية، وأيضا يخلق نوع من التنافسية أيضا نشرت لها في بعض المناطق، فهذه أو في بعض المواقع من هذه أو من هذا الحوار، هذه من الإيجابيات، ونسعى بشكل أو بآخر إلى تعزيزها وتعميقها والاستمرارية فيها. شكرا دكتور أحمد، إذا لديك رسالة حاب تختم. والله دائما الحرص على هذا الوطن وعلى الحفاظ على مقدراته ومكتسباته وخدمته بكل ما نستطيع، والذود عنه بكل ما نملك. ولعل أربط هذا الموضوع بطلبة الدراسات العليا، عندما يتقدم لنا عدد كبير جد من طلاب وطالبات الدراسات العليا في جامعة الملك خالد، نحن نعمل وإياهم على كل ما يسهم في بناء ورفعة وخدمة هذا الوطن الكريم والحفاظ عليه وعلى مكتسباته وعلى العمل بما يعني يتوافق مع طموح
قادة هذا الوطن الكبير، خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد والحكومة بشكل أو بآخر، للعمل على رفع مكانة هذا الوطن العزيز بقدرة قادر. وأسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار. مشاهدين الأعزاء، في ختام هذه الحلقة نشكر كفي الفرنايو على هذه الاستضافة، شكرا للدكتور أحمد على هذه المعلومات القيمة صراحة، إن شاء الله وفقنا في طرح المحاور اللي كنتم تطلعون لمعرفتها. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة.